العديد من المحلات المنافسة، ولكن ما ستقدمه أنيسة هو ما سيجبر الجميع على الثقة بها والنظر إليها بنظرة مختلفة. في هذه المساحة الفارغة ستمتلئ الأركان بدهشة تحقيق حلم لفتاة عابرة في مدينة متعبة. حين تؤمن بقدراتك وتثق في أحلامك، فلا بد لها أن تنجز يوماً ما. وحين تلامس قدماك أرض الحلم الذي بنيته، فأنت بالتأكيد شخص مختلف كأنيسة.